اهلا بكم متابعينا، ما زلنا نتواصل معكم عبر 24 جراد، ونحن الان كما ظهر لكم في ركن الفنون، حيث قال صاحب هذه اللوحات: الرسم من الاشياء الجميله التي اجد فيها الراحه والمتعه، وكثيرا ما اشعر بالسعاده من تلك الخطوط التي اكونها، فهي وسيلتي للتعبير. بهذه الكلمات الرقيقة عبر عن نفسه الفنان الذي نسعد باستضافته اليوم، صلاح الدين حامد إدريس، الفنان التشكيلي. مرحب بك. أهلا وسهلا، شرفتنا. أنا وإنت قبل ما ندخل على الهواء كنا بنتكلم الرسم أو المواهب بصورة عامة، لكن خلينا أسألك في تخصصك. الرسم ما بين الدراسة والموهبة، يعني هل يستطيع الدارس أن يصل إلى مرحلة البصمة؟ والله يعني هي غالبا الفنون والحاجات اللي فيها الأزواغ، الحاجات تعتبر دي حاجات روحية يعني. نعم. ما زي الممارسات الثانية، ما زي الحداد. نعم. ولا زي، لأنه الحاجات دي يعني زول بيشتغلها وبيعملها في يعني في بيئة يعني تختلف. نعم. يعني الحدادين ما يفعلوا، الحدادين برضه هم فنانين. أيوة. يشكلوا لين الحديد، لكن الفنان ممكن يشتغل في اي حته. صحيح. لكن الرسام داير له بيئه، بيئه يعني بيئه تكون هاديه. صحيح. حتى ذاته داير مزاج معين، يعني محتاج حاله نفسيه كده. نعم. عشان يقدر يطلع شغل. طيب اللي بيرسموا عند الطلب؟ والله يا اخي الحاجه دي انا شايف انه الناس اللي بيرسموا بالطلب ديل. نعم. يعني لو جينا شفنا شغلهم. نعم. يعني لو مثلا شفنا له 3-4 شغل اشتغلهم ورا بعض. نعم. ما حيكونوا بالجوده المرضيه، لانه شغل تجاري. فالزول الفنان هو الفنان اللي بيرسم عشان يستمتع. نعم. هل ممكن الفن التشكيلي يكون تجاري؟ والله ممكن يكون تجاري، وده حاصل فعلا يعني. نعم. الواقع. طيب. حاليا حاصل. انتوا كتشكيليين يعني وقع الامر عليكم كيف؟ والله يا اخي يعني موضوع انه الزول يخلي الرسم يعني لقروش بس وكذا. نعم. يعني اكيد حيستمتع يعني. نعم. فهي ما حتكون بس قروش. نعم. في واحده من اغنيات يعني الجابري يعني بيشتغل بيطلع من قروش من حاجه بيحبها، فدي. نعم. حاجه كويسه. في واحده من اغنيات الجابري الشهيره قال: وبحت للالام مواهبي، بحتها بابخس ثمن. يعني تخيلنا اي لوحه عند فنان تشكيلي بيتعامل معها يعني بموهبته باحساسه، مهما تدفع فيها ما بكون يعني ده قدرة من المال. فعلا فعلا. ده فلسفة مني ساكت معك. والله فلسفة حلوة جدا. طيب خلينا نتعرف عليك ونتعرف على انه انت مديت 200 يعني البداية الحقيقية لك، او خلينا نتكلم من الخربشات الأولى ورسمك في البيت وتقبل ناس البيت لفكرة انك انت فنان تشكيلي وسندهم ودعمهم لك. والله شفتي في حكاية ناس البيت دي في قصة. يلا يعني أنا لما كنت صغير كنت برسم. انت لسه صغيره. والله يا اخي انا لسه صغير ناسي. عمر كله ان شاء الله. ان شاء الله يديك. نعم. العافيه. يلا لما كنت صغير الوالده يديها العافيه كانت بتخاف من انه الرسم ده حرام، والرسم ده بيدخلك النار. وما ترسم الناس وكذا. فانا ببدا برسم في النص كذا، يعني ما كنت شايل الموضوع كذا بكل نفسي كذا، لانه كنت حاسس انه الموضوع ده يا اخي الموضوع ده بدخل النار، الرسم ده كذا وكذا. يلا بعد فتره مع البحث وكذا اتاكدت من موضوع انه يعني في خلافات، في ناس قالوا يعني ممكن ترسم الوش، ممكن ترسم يعني في كلام كثير، في كلام كثير حصل في الموضوع. بعد ذاك يعني موضوع انه ارسم بقى ما بقى صعب يعني. ما بقى تحدي. نعم. فبديت ارسم يعني بدايه من المجلات. بعد ذاك يعني حبه حبه الزول بقى يخش على الطبيعه، بقيت ارسم مثلا العربات، الجمادات اللي هو بيقول عليها الطبيعه الصامته والستيل لايف. بعد ذاك خشيت على الوجوه. يلا لما بديت في الوجوه خاصة يعني الناس لما يبدوا في البورتريه، في ناس يبدوا ويخلوه طوال، وفي ناس يبدوا وبتلاقيهم بعض الصعوبات. نعم. لكن بواصلوا. الصعوبات اللي ممكن تلاقيهم شنو؟ وش. أيوة. صعب كده وما يقدروا عليه. ابدا. انت عارف المشكله ما في انك ترسم وش. ممكن اي زول يرسم وش. صح. لكن هل انت بترسم الوش المفروض ترسم؟ يعني دي يلا دي المشكله، لانه العين بتفرق يعني. انت هسه لو جبت لنا فريق بوريك انه الزول ده والزول ده مختلفين. صح. لكن لو جبت لي مثلا حمار وحمار يعني اكرمك. نعم. الله يعني. نعم. الحيوانات.
او اي حاجه ثانيه النسب فيها ما تكون دقيقه شديد. صحيح. يعني هي دقيقه لكن شنو الزول ما بيلاحظ الدقه دي. نعم اللي هو الاختلافات ما بتكون الاختلافات ايوه اللي هو النسب بتاع الوش. يعني هسه ربنا لما خلقنا يعني خلقنا بنسب يقول عليها النسبه الذهبيه. يعني الزول المسافه مثلا ما بين في كل بلد مثلا ناس شرق اسيا ناس افريقيا هسه في ناس المسافه ما بين الانف والعيون والمسافة من الأنف لحد كذا المهم المسافات دي بتجي بفروقات يعني ناس شرق آسيا النسب بتاعتهم تختلف من ناس صحيح وهي الخلية دي ذاته بنوا عليها الستاندر بتاع مسابقات الجمال وغير ذلك أيوة. يعني خدتوا ستاندر كذا حتى احنا عندنا هنا في السودان يعني الأقاليم المختلفة بتحمل ملامح مختلفة يعني مثلا جنوب السودان ما زي الشمال في شكل النسب ايوه شكل الوش انا والله ماشي كويس فعلا ايوه يبدو انه هالتك يعني القت علي ببعض الافكار طيب انا عايز اسال من الحته دي بالذات المناطق المختلفه والاقاليم والتاثر بها وظهوره في لوحات الفنان يعني اول حاجه انا عايز اعرفك انت من اي جهه يعني والله انا من الشرق من شرق السودان انا والله كان عندي احساس انك انت من الشرق كيف الملامح يعني انسان الشرق حتى الشرق وساكنين قبائل من كل السودان يبدو ان الطبيعه بتديهم ملمح واحد يعني ده شعوري المناطق المختلفه وتاثيراتها على لوحات الفنان وهل بتظهر وهل الفنان عندما يعني يذهب من بيئه غير بيئته بيتاثر بالبيئه الجديده الموجوده وبرسومها في لوحاته فعلا حس الناس اللي نشأوا في الريف يعني تلقى الطابع الريفي في لوحاتهم بيرسموا الطبيعه يعني غالبا الناس الريف ما بيرسموا بورتريه يعني زول نشا في بيئه كلها زراعه وكلها ورود ويعني طبيعه وكذا تلقاهم بيرسموا وغالبا بيشتغلوا الوان مويه انا بعرف واحد من الناس هو من الريف الزول ده ما شاء الله يعني يشتغل شغل انا تمنيت انه يوم الليله هو يكون قاعد محلي نعم انا طبعا بضحك لانه المخرج من شرق السودان قام قال لي من كلامه اتفضل انه هو يعني انك انت من شرق السودان من كلامك ده بالنسبه له يعني فعلا التحيه له وزميلنا شيكيلاي يدير العافيه اتفضل انه الناس في الريف دائما بيميلوا لرسم الطبيعه ما البورتريه وبيميلوا للالوان بيرسموا الحيوانات المراعي بيرسموا الحياه اليوميه بتاع اللي هو بتاع الزراعه وكده انا نشأت في كسلة نعم يا سلام يعني هو كسلة الوريفة كسلة دي غايته يعني عندها أثر على الشعراء وعلى الفنانين التشكيليين يعني مدينة حاضرة يعني في مواهب أبناء هذه المنطقة الجميلة تفضل فعلا يلا بعد ذاك يعني كنا تكلمنا عن انه وصلنا لمرحلة انه بقينا نرسم ناس وكذا يلا بعد ذاك نعم الموضوع شوية تطور الموضوع بقى انه انا داير اصل لانه مثلا جبت لي صوره زول داير ارسم الزول ده فلاقتني تحديات صراحه كده وكم مره يعني كنت ببدا وبخلي شهور نعم يعني كنت بوقف فترات ممكن تصل لست شهور بتاني برجع نعم. بحماس الحياه دي اللي بترجعك هي المعارض بتشوف لك زول مثلا بيرسم نعم بتشوف لك مقطع في اليوتيوب كده فبديك تحفيز كده صحيح تجي دار تشتغل تلقى انه انت ما وصلت المكان المستوى أيوة صحيح. الحاجة طيب فيما يخص يعني البيئة مع أنه المخرج بيقول لي زمان انتهى لكن سؤالي عن مرة السودان بفترة الثورة يعني زي ما المناطق بتأثر الأحداث أيضا بتأثر على الفنان التشكيلي بالضبط كده نعم. وده حاصل يعني هسه مشاهد حتى في الشوارع بتلقى نعم الجداريات صحيح الجداريات نعم. بتلقى برضو حتى في المحلات في نعم. المطاعم في اي حته يعني نعم. الجداريات والرسومات حتى اسماء المحلات ذاته تتغير يعني نعم والاحداث اللي بتحصل من احزان من غيرها حتى واثر على الفتره الاخيره اللي هو النزعات القبليه والمشاكل القبليه نعم نحن يعني انا في الصراحه ما لقيت الفرصه كنت نعم. مشغول شديد وجامعه وشغل وكذا نعم فما لقيت انه انا يعني اخش واشارك في موضوع التعايش السلمي مع نعم. انه كان والله بودي نعم وبالتاكيد انت عندك دورك يعني في صقل الوجدان المجتمعي بهذه الرسومات شكر وتقدير لهذا الحضور الجميل منك صلاح الدين حامد ادريس الفنان التشكيلي ونتمنى انه نلتقيك في مرات قادمه اللهم امين يديك العافيه شكرا لقناه السودانيه 24 شكرا لهذا الحضور